انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة صور وفيديوهات لبنت صغيرة يذكر أنها سعودية، بنت تبلغ من العمر 12 عاما، وكانت تعرض صور وفيديوهات عبر حسابها بالأنستا بشكل غير لائق أو محتوي غير مناسب على الإطلاق بالنسبة لسنها. من هنا كانت شرارة الانطلاقة على تويتر، وهناك من يطالبون بالذهاب إلى الفتاة من أجل رعايتها في هذا السن الصغير، وهناك من يطالب بمعرفة الحساب الخاص بالبنت الصغيرة على الإنستجرام. في بعض التفاصيل التي تم نشرها على موقع تويتر، قال البعض أن الفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، ومنهم أن قال أن الفتاة تبلغ من العمر 12 عاما وليس لها أهل حسب بعض المصادر، إنها تحت رعاية بعض الأقارب وقامت بنشر هذه الفيديوهات والصور بالتعاون مع أحد الأشخاص من أجل المال وتحت تهديدات كبيرة، وأنها كانت تقوم بنقل الكلام فقط. هناك الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر هذه البنت الصغيرة ضحية كبيرة، طالبوا من الشرطة السعودية تكثيف التحريات من أجل القبض على الشخص الحقيقي، أنه يجب أن يتم الوصول إلى هذه الفتاة من أجل رعايتها بشكل سليم. وقالت بعض الحسابات عبر تويتر تعليقا على مقطع البنت الصغيرة: بالنسبة لي أسوأ شيء شاهدته الأسبوع الماضي حساب لطفلة أعتقد أن أبوها متوفي وعايشة مع والدتها وأنها لا تدرس منذ 5 ابتدائي، وأن الحساب سيء جدا يصل إلى حد الخراب، وأن هناك من يقوم بتهديدها لتفعل ذلك. والبعض أكد أن الطفلة تعاني من الإعاقة العقلية وأبوها متوفي وعايشة عند أمها وأمها مهملة فيها، وطالبوا الجهات المختصة تنظر في أمرها. لا غير كده البنت استغلوها الكثير ويجبون لها ممنوعات وفلوس، وانتشر كمان لها مقاطع جنسية ما ظهرت الطفلة في فيديوهات وهي تدخن. وطالبوا الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر فيديوهات الطفلة.